ازيكم يا جماعة؟ I am رقية. I will be the teacher tonight with Miss أمنية. Today we talk about future symbol. Okay, فيلا نبدأ. Going to future. يعني المستقبل البسيط، يعني حاجة بتعبر عن المستقبل. اوكي، سواء كان tomorrow مورو tomorrow. اوكي، هو 4 أنواع المثبت. اوكي، I هنكتب ال subject الأول. subject. اوكي، هنكتب I، هو أول حاجة I، he، she، it، أو you، أو we، أو they. وبعديها ال verb فين في ال infinitive. اوكي، بعديهم am و is و are. am او is، am او is او are. اوكي ماشي، وبعديها كلمة going to. going to، وبعديها الverb في الانفينيتيف. الverb في الانفينيتيف. اوكي، بعديها الجملة المثبتة. طبعا ال I بيجي معاها am، طبعا ال I بيجي معاها am، وال he وال she وال it بيجي معاهم is. ال he وال she وال it بيجي معاهم I. اوكي، وال I بتاخد am. اوكي، واليو والوي والزي بياخدوا ار. اوكي، اليو والوي بياخدوا ار. يعني مثلا اي ام هناخدهم في جملة. ماشي، ممكن نكتب اي ام، اكسكيوز مي، معلش، اي ام جوينج تو the، مثلا to play، مثلا play. وأي جملة بقى، ماشي، بس لازم يكون فيها going. دلوقتي بقى هنيجي بالكلمة في النيجاتيف. أي جملة لازم يكون فيها not. not هتيجي فين بقى يا ترى؟ هتيجي بعد ال subject. اوكي ماشي، هنكتب ال subject، بعديها ال am او ال is او ال are، وبعديها ال verb في ال infinitive. اوكي، وبعد ال is او ال is او ال am او ال is او ال are هنحط لا بعديهم not على طول، وبعديهم لازم ال ing. اوكي، يعني مثلا لو عملت سؤال لازم يبدأ بال i، بال is او ال are، وبعدين ال subject، وبعديها going to، بعد كده ال verb for infinitive. اوكي، طبعا اجابته هتبقى yes او are، yes او no. يعني مثلا تعالوا نعمل ال question. اوكي، are you climb a tree ماشي. دي هو مثلا ممكن نخليها انا مثلا سلقت شجرة، فعلا يبقى هنكتب yes I am. yes I am. اوكي، yes I am. او no معلش انا اسفه او نو اي نوت.
I am not. Am not. اوكي يعني مثلا لو عايزين نعمل الجملة بمثلا لو عايزين نعمل السؤال مثلا بأداة استفهام هنعمل ونكتب is أو are بس وبعديها subject بعديها going to بعديها الفيرب في الانفينيتيف. اوكي وبس كده يا جماعة نكون خلصنا الدرس و لا مش الدرس يعني ممكن نكون خلصنا النهاردة ولو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك يا ريت please